وفي تحد واضح وصريح للمعارضة العلمانية في تركيا، وزير الشؤون الدينية والأوقاف يزور أحد مراكز تحفيظ القرآن التمهيدية للأطفال، وكان جدلا واسعا قد أثير قبل أسبوعين حول تحفيظ القرآن عندما هاجم قيادي في المعارضة العلمانية دولة تحفيظ القرآن وأصفها بالرجعية. رد عليه حين الرئيس التركي، ورد كذلك وزير الشؤون الدينية البروفيسور علي أرباش، ليرد الوزير اليوم ردا عمليا. نتابع. Maşallah. Tebrik ediyorum sizi. Seviyor musunuz kursunuzu? Evet. Hocanızı seviyor musunuz? Evet. Elhamdülillah. Tamam.